الله وسلم على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، لازلنا مع إعراب شواهد شرح قطر الندى مع الشاهد الثالث عشر. يذكر دائما في باب إذن من نواصب الفعل المضارع أنها تكون في صدر الكلام ولا يفصل بينها وبينها إلا بجملة القسم. إذن نرميهم، هذا هو الأصل، إذا فصل بينهما لا تعمل إلا إذا فصلت بقسم، هذا هو الشاهد. إذن حرف جواب وجزاء ونصب، ولها شروط أخذناها في باب نواصب الفعل المضارع. الواو حرف قسم مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الله لفظ الجلالة اسم مجرور بواو القسم وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والجار والمجرور متعلق بفعل محذوف تقديره أقسم والله. نرميهم، إذن عندي أداة نصب وهذا فعل مضارع، إذن نرميهم فعل مضارع منصوب بإذن وعلامة نصبه الفتحة، والفاعل مستتر تقديره نحن، ضمير مبني على نحن مبني على الضم في محل رفع فاعل، وهو هم شنو اعرابها؟ ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به. نرميهم نحن اياهم. باء، الباء حرف جر، حرب اسم مجرور وعلامه جره الكسره الظاهره على اخره. تشيب فعل مضارع مرفوع علامه رفعه الضمه، والفاعل مستتر جوازا تقديره هي تعود على الحرب، ضمير مبني على السكون هي مبني على الفتح في محل رفع فاعل. الطفل مفعول به لتشيب منصوب علامة نصبه الفتحة. من حرف جر قبل اسم مجرور علامة جره الكسرة هو مضاف، والمشيب مضاف إليه. هذا إعراب المفردات. الآن إعراب الجمل، ما هي الجملة التي معنا؟ تشيب الطفل من قبل المشيب، تشيب هي الطفل فعل وفاعل ومفعول به في محل جر صفة لحرب. هذا إعراب البيت. في سؤال؟ نعم، كما ذكرت أريد أن أتثبت والقسم إذا حالت بين إذن وفعلها لا تمنعه، لا تمنعه من العمل. إذن إذا فصل بين إذن وفعلها أو معمولها بالقسم تعمل ولا تبطل، واضح؟ لكن قلت إذن لو قلت إذن يا زيد، إذن يا زيد تنجح، إذن مرفوع. لماذا؟ لأن فصل بين إذن وفعلها بأجنبي، يستثنى فقط القسم.